you uh. صباحكم معطر بالصلاة على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق أجمعين بقرب ذكرى مولد الحبيب المصطفى هننعم بالحديث عن النبي محمد عن صفاته الحسنة عن خصاله الطيبة كيف كان يتعامل النبي محمد مع زوجاته كان حانيا كان عطوفا كان كيسا كان عاقلا كان متسامحا كان عدلا قرم الله وجهه كرمه المولى عز وجل بكتاب العزيز وقال وإنك لعلى خلق عظيم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تبت حيا وميتا يا حبيبي يا رسول الله نتحدث عن خلق النبي ومكارم النبي ومعاملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزوجاته مع فضيلة الشيخ والداعية الإسلامي وسفير الدعوة دكتور طارق عبد الله أهلا بك فندم نورتنا أهلا بحضرتك عايزين في البدايه قبل ما نتكلم عن تعامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته نحكي لمشاهدينا قصه ميلاد النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه للعالمين. احييكم جميعا بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا شك ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ميلادا لهذه الامه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الاول في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ساعه ولد وكان الدنيا وما فيها أشرقت بميلاده صلى الله عليه وسلم. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده تفتحت الدنيا لكل خير. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ولد كان ميلاده صلى الله عليه وسلم إشراقا وتفتحا لكل جميل ولكل خير فصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نحكي نعم. عن لحظه ميلاده وموقف ميلاده وموقف ولدته آه. آه. ساعه ولد النبي صلى الله عليه وسلم السيده امنه بنت م. وهب آه. والده النبي صلى الله عليه وسلم علي رات العجب العجاب آه. وهي حامل فيه صلى الله عليه وسلم آه طبعا إحنا عارفين إن الحامل آه بتجد تتألم آه آه تجد في نفسها آلاما آلاما للحمل وآلاما للوضع السيدة آه أمينة رضي الله تعالى عنها ما وجدت ذلك على الإطلاق آه لدرجة أنها كانت تتعجب حينما علمت بكونها حاملا فكانت تتعجب من حالها ومن شأنها أه وهي تعلم علم اليقين أن أه جميع النساء الحوامل يتألمن من الحمل م. ومن الوضع أه فكانت لا تجد ذلك في نفسها أه لدرجة أنها يعني شكت في كونها حامل, حامل أو, أو لا أه إلى أن استبانت أه الرؤية أه استبانت إبقى أبقى وظهرت م. علامات الحمل م. وظلت على هذه الحال إلى أن ولدت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم علي أفضل الصلاة والسلام آه ولما وضعته أيضا ما شعرت وما حست بأي ألم ولما نزل رسول الله صلى الله عليه كمير. وسلم آه كما ذكرت الرواية نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على يديه رافعا رأسه إلى السماء وكانه يقول يا رب يا رب وهو لا زال صلى الله عليه وسلم فكان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشراقا لهذه الدنيا وميلاد نور لهذه الحياه الدنيا كلها والى يوم القيامه ننطلق بقى لموضوع الحلقه النهارده اللي انا اخترته خصيصا عشان التعامل الزوجات الازواج مؤخرا مع زوجاتهم اللي كل عنف عايزين نقتضي بسنه الحبيب المصطفى كيف كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بيته وتجسدت الرحمه في شخصه خاصة في تعامله مع زوجاته. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسله ربه تبارك وتعالى رحمه للعالمين مصداق ذلك قول الله العلي العظيم في القران العظيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لو جينا نشوف هنلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتعامل مع اهل بيته كان يتعامل بكل رحمه كان يتعامل بكل شفقه لدرجه ان ام المؤمنين السيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا يداعبنا ونداعبه ويلاطفنا ونلاطفه حتى اذا نودي للصلاه خرج اليها كانه لا يعرفنا ولا نعرفه هذا ان دل فانما يدل على مدى رحمه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم باهل بيته لو جينا نشوف حضرتك مواقف من السنه بتدل على أيوة رحمته باهل بيته آه لو جينا نشوف هنلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا آه مع السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله عنها السيدة آه عائشة تذكر وتقول آه كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الصلاة والسلام فقال لها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يداعب أم المؤمنين السيدة عائشة ويلاطفها كانت أقرب أزواجه لقلبه آه سيدة وقال عائشة رضي وضع الله, تعال الله تعال بقلبي أيوة نعم فالسيدة عائشة تذكر وتقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهي معه في سفر تقول له حينما قال لها يا عائشة تعالي أصابقك آه يعني شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي نقطه ثانيه آه آه اللي هو كان بيلعب ويمرح مع آه زوجاته وخاصة السيده عائشه السيدة في بقى نقطه جدليه عن سن زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه في بيقول تسعه وفي بيقول من تسعه ل 15 ايه القول الصحيح او الاقرب للصحيح هو النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وهي في سن ست سنوات آه ودخل بها في سن آه يعني كما والروايه الصحيحه آه سن 16 آه سنه خدت حضرتك هو اختلفت الروايات في مم. هذه المساله مم. ولكن لكل بيئه طابعها لكل بيئه الطابع بتاعها مم. والطابع بتاع البيئه آه التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آه كانت هكذا خدت بال حضرتك فلكل بيئه لها طابعها ف وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده عائشه وكانت رضي البكر الوحيده التي تزوجها التي النبي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك صريح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا الصريح. شديدا ويتعامل معها يعني تعامل وكان يتباهى بحبها ولا ينكره ويذكر في المجالس عندما يسال من المواقف التي يعني تشهد <applause> آه بعظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيده <applause> عائشه رضي الله تعالى عنها، شوف لدرجه ان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان بيسال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه في مره من المرات ويقول له يا رسول الله من احب الناس اليك واقرب الى قلبك؟ <applause> فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه يقوم سيدنا عمرو بن العاص يقول لسيدنا النبي يا رسول الله انما اقصد الرجال. <applause> فقال صلى الله عليه وسلم ابوها ولم يقل ابو بكر رضي الله تعالى عنه ليه؟ آه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابوها ده آه يدل على مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة هي من عائشة. السيدات وابوها من الرجال اه فسيدنا النبي آه ذكرها مرتين، ذكرها في المره الاولى صراحه باسمها حينما قال عائشه وفي المرة الثانية ذكرها بضمير الغيبة العائد إليها حينما قال أبوها هذا يدل على عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيده عائشة رضي الله تعالى عنها يعني من هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها تعاملا خاصا من نوع خاص. مظاهر حب النبي للسيده عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ايه؟ ما أنا بقول لحضرتك كان بيلعب معها ويتسابق معها مراعاه لسنها أيوة مش بينفر ويتذمر زي أبداً بعض الازواج اللي موجودين دلوقتي لا انا لا انا جاي انا مجهول ما تتعبينيش بقى ما بيراعيش مشاعرها ما فيش كلمه طيبه اقتضب سنه الحبيب المصطفى تمام احنا لو جينا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو هو خير خلق الله الى الله وخاتم رسل الله واكرم مخلوق على الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بالرغم من كون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مشغول جدا، كون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مم. يعني على عاتقه عبء الدعوه وعلى عاتقه الكثير والكثير من المشاكل، كلنا مم. عارفين حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان شكلها ايه وكانت بتمر بايه، وسيدنا النبي مر بمراحل يعني من الصعب ان في مخلوق يستطيع ان يمر بها. <applause> خدت بال حضرتك؟ حضرتك اثرت نقطة جدلية اللي هي نقطة الوقت، كتير من الأسباب دلوقتي يقولوا أنا مش فاضي، أنا مشغول، طب أيوة. خصص وقت لزوجتك، خصص وقت لأولادك، ليهم حق عليك، وجعلنا بينكم مودة ورحمة وجعلنا بينكم ميثاقا غليظا، حافظوا على الميثاق الغليظ واقتدوا تاني بسنة النبي كذلك من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيجعل وقت معين يعني او يخصص وقت معين لاهل بيته يجعل في هذا الوقت م. جوا من المرح الله. والسعاده والسرور اللهم صل وسلم آه بالرغم من 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 المراحل اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بها في حياته آه مشاكل كثير كثيره آه عبء الدعوه الكفار. الذي القى على عاتقه آه والايذاء من الكفار والايذاء من المشركين وال والكافرين و معامله اليهود والمنافقين فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر بمراحل غايه في الصعوبه الا انه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يعطي لكل ذي حق حقه فكان صلى الله عليه وسلم يخصص لاهل بيته وقتا يجعل في هذا الوقت جوا من المرح والسعاده وكان دخول آه؟ المنزل باعثا للفرحه لاهل, بي... لأهل آه طبعاً بيته طبعا شوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبس في وجه احد على الاطلاق لا زوجه ولا صحابي ولا حتى مشرك لدرجه ان يعني احد المشركين كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه عليه ف... الصلاه والسلام يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الاعداء حتى مع المشركين كان, كان رحيماً, رحيما حتى آه. باعدائه اه كان عند النقطه دي كان رحيما حتى باعدائه عليه علي افضل الصلاه والسلام نعم آه كان رسول صلى الله عليه وسلم في خدمه اهله طبعا آه شوفي حضرتك آه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه كان لا يستنكف ابدا وعلى الاطلاق من ان يساعد اهل بيته في اعمال المنزل م. كان لا يجد في ذلك حرجا على الإطلاق وكان يحيك ثيابه أيوه لذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم. يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلب شاته ويرقع ثوبه ويقوم البيت يعني ينظف البيت صلى الله عليه وسلم الاسود ابن يزيد وهو من كبار التابعين بيسال السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ويقول لها يا ام المؤمنين ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فتقول ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها يكون في مهنه اهله فاذا حضرت الصلاه خرج اليها معنى الكلام ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو موجود في البيت ومع زوجاته كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنه اهله اقتضوا آه. بسنه الحبيب المصطفى اه فكان سل... فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود في البيت وفي نفس الوقت يشوف الزوجه دي محتاجه ايه يعمله؟ الزوجه دي محتاجه ايه يعمله؟ فيعني في تحسي ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان آه يعني مهما نقول ومهما نعيد كان لو قعدنا عمرنا كله نتكلم ونحكي مش هنوفي قدر من حقه ابدا ابدا على الاطلاق آه فبقول لحضرتك ان سيدنا النبي صلى الله عليه علي وسلم آه لما كان بيتعامل مع السيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها ومع سائر زوجاته ومع سائر الناس كان يتعامل بكل شفقه وبكل رحمه الموقف اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بنقول نزل في ل ل ل لشخصيه أو لسن السيدة عائشة رضي الله تبارك يلعب وتعالى يلعب ويتصابك معها وأول مرة سبقته بعد كده بقى يحط لها الطعام ويقول لها كل يا عائشة كل يا عائشة وهي مش فاهمه آه في آه ايه؟ بعد كده الاسبوع اللي بعده سبقها فهو سبقها. ايوه فهي فهمت بقى. اه فعلاً حصل في دعابه وفي روح حلوه ايوه في ابتسامه آه مش مكشرين داخلين مكشرين أشر الرجال من اذا دخل بيته فر اهله. طبعا. حارب اهله آه ولا ايه فضلتك؟ آه طبعا هو الـ يعني الـ 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 الافضل ويعني كما قالت الايه الكريمه في القران الكريم يقول الحق سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون خلي بال حضرتك من حاجه مهمه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها معنى الايه ايه معنى الايه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق الزوجه من نفس الزوج <applause> وفي نفس الوقت ان كل زوجه في عصمه زوجها بتعتبر ايه من ايات الله. ما هو ربنا بيقول ايه؟ ومن اياته ان م. خلق ومن اياته اي من ايات الله سبحانه وتعالى. الله ومن جميل. اياته الله ان خلق لكم جميل من انفسكم ازواجا. فكل زوجه تعتبر ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الزوجه من نفس زوجها. م. وذلك في عالم الذر قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى الايه الاجساد فالله سبحانه وتعالى خلق الارواح قبل ان يخلق الاجساد فخلق مم. كل زوجه من نفس زوجها الله جميل في حاجه مهمه ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعل بينكم موده ورحمه من الذي جعل الموده والرحمه الله بين الزوج والزوجه الله, الله سبحانه وتعالى طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وخلق بينكم موده ورحمه م. ولكن قال وجعل بينكم مودة ورحمة من التعامل من خلال التعامل أيوة تعاملهم مع الله بعض اللي احنا قلنا ده كله اللي هيجيب المودة أيوة والرحمة لان المودة والرحمة والألفة ما بتجيش ما اوتوماتيك كده من عند ربنا سبحانه وتعالى لا. لازم الزوجة يكون لها دور بتخلق. في المودة أكيد والرحمة طبعا. الزوج أكيد. لازم يكون له دور في المودة والرحمة لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة كل ورحمة. منهم يراعي حقوق الاخر وخلق بينكم مودة ورحمة لو كان ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق بينكم موده ورحمه هنلاقي الموده والرحمه جايه اوتوماتيك للزوج والزوجه دون ما ان يعني ما كانتش حصلت الكوارث اللي احنا بنشوفها وال... والرحمه أوه. زي امتحان كده ايوه الله يبارك فيك بتمشي في خطوات وتوصل للنتيجه المظبوطه آه وكان ربنا سبحانه وتعالى يعني حب يكون للزوج دور في حياته مم. وحب يكون للزوجة دور في حياتها خدت بال حضرتك فربنا سبحانه وتعالى يعني خلق لكل منا دور دوره. يقوم به لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وجعل بينكم مودة ورحمه فالموده والرحمه الزوجه تهيئ الجو وتقوم بكل واجباتها طبعاً. تجاه زوجها وهو يعاملها معامله طيبه ومعامله حسنه زي نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وفي نفس الوقت يساعدها <تصفح> في اعمال المنزل ده دي ده احنا تتقلب علينا الدنيا النهارده آه زي ما كان <تصفح> يا زوجات اسمعوا <النبي> <تصفح> قدره الشيخ بيوجه لكم رساله يعني عشان تفرجوا زوجاتكم ف... على الحلقه فسيدنا النبي ص... يعني السيده عائشه بتقول يكون في مهنه اهله <تصفح> معنى الحديث يعني والله مفعم يعني بما لا يتخيله العقل يكون في مهنة أهله يعني أفهم من كده أن طول ما كان سيدنا النبي قاعد في البيت كان دايما في مهنة إيه؟ أهلي, أهلي. خدت بال حضرتك فشوفي بقى الرحمة وشوفي الشفقة وشوفي إزاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع وكان يهادي زوجاته آه طبعا آه وكانوا الصحابة يترقبوا يوم عائشة ويحضروا له الهدايا فيعطيها لا عن طيب خاطر آه, اه فيعني هذا ان دل فانما يدل على عظيم حب النبي صلى الله عليه وسلم لاهل بيته آه ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه والقدوه الطيبه لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا كثير. امرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، استاذنوا كما استاذن الذين من قبلكم وكان يستاذن حتى على زوجاته. نعم. آه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوفي حضرتك كان حريص ان هو يعني لا يؤذي مشاعر اي احد على الاطلاق، لا سيما اهل بيته. فكان صلى الله عليه وسلم آه يستاذن عليهم في الدخول لما يكون مثلا في غزوة في سفر ويكون جاي فكان صلى الله عليه وسلم يسيب لهم خبر ان هو جاي في الوقت المعين وهيوصل في الوقت المعين فعلشان عشان يستعدوا, يستعدوا ويتأهبوا ويتأهبوا لدخول صلى الله ويتاهبوا وسلم تدي مهله لزوجتك انها تاهب نفسها لقدومك ولو أيوة يا سيدي هي نسيت انت فكرها اقول لها انا جاي جهزي نفسك أيوه إحنا مش ضد الرجال خالص فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا والله يعني ما ترك فضيلة إلا مم. وأتاها ما ترك فضيلة وما ترك جميل وما ترك جميل إلا وفعله وأمر به صلى الله اللهم عليه وسلم صل وسلم وبارك على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم هنلاقي الإسلام بتاعنا يعني دين جميل يحمل كل جميل ويحمل كل خير للبشرية جمعاء وإلى قيام الساعة انا عايزه تفسير الايه اللي الرجال بيقولوا عليها ودايما يتربصوا بالمراه ويقولوا خلقت من ضلع اعوج تفسير ايه شوفي حضرتك المراه آه لما يعني آه خلقت من ضلع اعوج هذا يعد تكريم للمراه هذا جمالها في اعوجاجها ايوه آه وفي نفس الوقت ده آه بيعتبر ان المراه آه من نفس الزوج وكانهم نفس نسيج واحده واحد. نسيج, نسيج واحد خدت بال حضرتك آه المراه آه لابد وان تكون آه لينه آه سهله مع زوجها آه لابد وان تكون طيعة له آه, اه يعني طبعا المراه بطبيعتها خلي بال حضرتك آه كثيره العواطف آه المراه يعني عايزه احتواء الضلع الاعوج ده عايز يحتواء عايز احتواء لو جيت تفرده كده هيتكسر ايوه لذلك خلقت فده يعتبر كمال في المراه مم. جمالها في عوجها ايوه طبعا طبعا تمام ده. بشكرك جدا فضيله الشيخ آه للاسف وقت الفقره خلص فعلا والله اكيد هنتكلم كتير بشكرك جدا آه فقره متميزه جدا اشهد الله واشهد الخلق اني احبك يا رسول الله اللهم احشرنا في زمره محمد اجمعين صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الصحابه لم تبكي يا رسول الله؟ قالوا اشتقت لاحبابك، قالوا اولسنا احبابك، قال بلى احبابي هم قوم ياتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه مكمله مع عبير عبد الله فقره متميزه جدا تابعوها.